كل هذه الإجراءات تستهدف بشكل مباشر رأس المقاومة، تستهدف رقبة المقاومة، لأن في غزة المحاصرة هنا على هذه الأرض والتي هي جزء أصيل من أرض فلسطين، يعتقد البعض أن أوراق اعتماده في البيت الأبيض ثمنها تركيع غزة، ولكننا نقول بشكل واضح وبشكل صريح، إذا اعتقد السيد أبو مازن أن تركيع غزة هو ثمن أوراق الاعتماد، سنموت وقوفاً على هذه الأرض، سنموت وقوفاً على أرض غزة، ولن نسلم رأس المقاومة، ولن نسلم سلاح المقاومة، ولن نقبل بأوسلو واحد أو أوسلو اثنين أو أوسلو ثلاثة، وإن وقعوا أوسلو سنقاوم هذا الأوسلو. أنا أقول كابن لهذا الشعب الفلسطيني، كابن لهذا الشارع، كابن لهذه الفصائل الوطنية التي أتشرف اليوم بأن أقدم كلمتها، أن أي اتفاق، وحتى تكونوا مطمئنين أيها الإخوة والأخوات، أي اتفاق يوقع لن يلزم شعبنا بأي ثمن كان، وسنواصل مواجهة ومكافحة هذه الاتفاقات حتى نصوب البوصلة وحتى نعود إلى ديارنا التي هجرنا منها العام 1948. بتروح علي شو أسوي؟ طيب والحل شو بدنا نعمل؟ إيش أنت بتحكي؟ Yeah.